شي حاجة ما يلي تبخل أي مجهود بأنها تجعلهم بأحسن الظروف. موريتانيا تستضيف بطولة الأمم الإفريقية للشباب، عنوان عريض لم يسبق له قط أن كتب على جلد المستديرة الإفريقية. تعاقبت الاتحادات الإفريقية ولم تكن موريتانيا يوما ضمن أي الملفات التنظيمية المطروحة على مكتب أي رؤسائها. الجميع ينظر إلى هذا البلد بعين المكمل لعداد فرق القارة المشاركة في البطولة للحاضنة لها تحت أي سقف كان. قال رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم ذات يوم من يوميات المأمورية الأولى له: إن الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرا محتوما حتى نستسلم له، ولكنه مرض يحتاج فقط إلى علاج. ولذلك وضع الرجل يده على فم الجرح وشرع منذ يومه الأول في إيجاد حل للخروج من وطأة هذا التخلف الكروي عن ركب فرق القارة الإفريقية. وتحركت عجلة الأشغال داخل مقر الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بحثا عن وجه لائق لمن يبحث عن تغيير لا تنظير. فتبدل كل شيء، ثلاث نجيلات محاطة بمقر بمواصفات عالية إلى جانب ملعب محاط بمدرجاته أطلق عليه ذات يوم ملعب شيخ بيدي، واليوم بنفس الاسم لكن بشكل مغاير لسابق عهده. هذا بالإضافة للملعب الأولمبي الذي بات بمواصفات دولية لائقة، كذلك حال ملعب عروس شمال زويرات وكي هيدي. موريتانيا إذن بعد ثلاث سنوات من الآن ستحل عليها فرق القارة السمراء مجتمعة في ملاعب كانت في الأمس القريب أقرب إلى الساحات العمومية. هو إذن مكسب من خلاله ستشهد الأسواق التجارية والفنادق نشاطا، وبموجبه تثبت موريتانيا للكافي وللعالم أنها لا تقل شأنا عن باقي دول القارة السمراء.